هنا عن قمح روسي يتم طرحه النهارده، تم بالفعل؟ هو تم بالفعل القمح الروسي زي ما ذكرت لحضرتك، يعني كان في اسعار يعني طلب ب 11,000، احنا النهارده نزلنا عن هذا السعر وتم التسويه على هذا الاساس. والحقيقه يعني هناك يعني انت عارف القمح الروسي هو من اكثر الاقماح تداولا وطلبا، ده انت عارف احنا عندنا اكثر من 22 منشا لتداول او استيراد الاقماح او لتوريد الاقماح، وده بيضع مصر في صداره الدول التي لديها تامين من مصادر امداد الاقماح وغيرها من السلع. طيب ماذا عن المزارع، صغار المزارعين، بقدر احميه بهذا الاجراء بالبورصه ديت ولا مساله الاحتكار كمان بواجهها ازاي دلوقتي؟ ده سؤال عظيم جدا يا احمد بيه. يعني انا بتصور بوجود هذه الاليه الجديده في السوق المصري هتحد تماما من فكره الاحتكار او اللوبينج او الكارتلز او المونوبوليز، فدي الحقيقه هتحد تماما من التوافقات التي تحدث مع التجار. ان شاء الله يعني ممكن بإذن الله بعد كده يبقى شراء القمح من المزارعين ومن التجار عبر البورصة المصرية للسلع. هي بداية موفقة يعني ككيك أوف في البداية، أنا أتصور يعني أن المهمة تم أدائها بنجاح كبير بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وده الحقيقة يعني ما يسعى إليه فخامة الرئيس، أن يتم تداول السلع عبر منصة إلكترونية كجزء من التحول الرقمي، بدل ما يكون عندك تجار بيتفقوا مع مزارعين ويتفقوا ويتوافقوا على أسعار، فكده المزارع بس شريطة أن يكون المزارع يكون عنده منشأة فردية ويتم تسجيلها في البورصة. نحن كبورصة مصرية للسلع لا نتقاضى أي أجر حتى الآن فيما يتعلق بالعضوية، هناك يعني استخدام بسيط للمنصة للدخول والولوج عليها و يعني تأسيس الشركة كشركة مكودة أو كعضو في البورصة المصرية للسلع ويبدأ في التداول مباشرة، فديت هتقلل الوسطاء، هتقلل علاقات التداول الوسيطة، هتمنع بقدر كبير أقول المضاربات التي تحدث على بعض السلع والأسعار المغالة فيها، فبالتالي في النهاية يا أحمد بيه المستفيد هو المواطن الذي يتحصل على السلعة بسعر عادل دون مبالغة، دون زيادات سعرية غير مبررة، دون وسطاء، فبالتالي أنت بتضمن تنظيم عادل للسوق المصري فيما يتعلق بالسلع. حضرتك بتقول حتى الآن بالنسبة للرسوم، هل وارد بعد كده يبقى في مبلغ؟ طبعا بشوف حول حضرتك، احنا بنشجع الحقيقة الشركات ان هي تكون عضو في البورصة المصرية للسلع ويكون ليها عضوية، واحنا بسطنا جدا جدا اشتراطات العضوية. انا عايز اشجع الناس في الفترة الاولانية، بعد كده الناس هتتسابق للاشتراك، لان دي نافذة جديدة للربط ما بين البائع والمشتري بشكل احترافي. يعني النهاردة ان تخيل حضرتك النهاردة عندك منتج وانت راجل مسجل في البورصة المصرية للسلع، فبالتالي بدل ما تاجر بيحتكرك أو يحتكر إنتاجك، فأنت ممكن تطرح إنتاجك مباشرة على البورصة بالكمية والمواصفات والسعر اللي أنت بترغب فيه، واللي هيحدد بقى سعرك ده هو أدوات وآليات العرض والطلب من راغبين الشراء. طيب أنا بعد كده باعتبار الموسم الجديد مثلا أقول للناس اللي أنا بدل كنت بقول لهم تعالوا ابعتوا لي وردوا التوريد ليا القمح اللي عندكم النهارده، بقول لهم لا هيتم من خلال هذه البورصة ولا ده موضوع تاني؟ مش عايز أستبق الأحداث يا أحمد بيه، يعني إحنا لسه في أول يوم تداول، في أول جلسة تداول، وإحنا بنشتغل أنت عارف حضرتك بي تو بي، يعني من كيان تجاري إلى كيان تجاري، يعني لازم البائع يكون كيان تجاري والمشتري يكون كيان تجاري، فبالتالي فكرة وجود أفراد فقط دون شركات فردية هي لسه ده موضع تقييم، يعني فمش عايز أستبق الأحداث، إنما اللي أنا بقوله لو نجحنا في تشجيع الشركات إن هي أو الأفراد إن هي تعمل منشآت تجارية سواء شركات فردية أو شركات مساهمة أو شركات تضامن وتبدأ إن هي تتداول على البورصة المصرية للسلع، مش كده بس، ده ممكن كمان الأجانب
يخشوا على البورصه، هتبقى الحقيقه اضافه كبيره لتداول سلع سواء محليه الصنع او مستورده من الخارج، وده هيدي زخم في يعني معاملات وعدد معاملات السلع المتاحه على البورصه المصريه.